يا سيد عبد المجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني وساما بدرجة عشير من المصف للمناضل والمجاهد عبد الحميد سيدعلي نظير تضحياته النبيلة من أجل أن يحيا الوطن وأن ينعم الجزائريون بالحرية والاستقلال. مراسم التكريم جرت بحضور مستشاري رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم والمكلف بالثقافة والسمع البصري أحمد رشدي إلى جانب وزير المجاهدين والأمين العام للمجلس الوطني لمصف الاستحقاق الوطني. مزيد مع حورية جرجر. سيدي علي عبد الحميد اسم نقش على صفحات السجل الذهبي لتاريخ الحركة الوطنية، مناضل ومجاهد التزم بالقضية الوطنية من أجل تحرير الجزائر وهو في ريعان شبابه. ابن القصبة بالعاصمة استمد قوته وثباته من عقيدة حزب الشعب العتيد. المرسوم الرئاسي رقم 21514 المؤرخ في 25 ديسمبر 2021 يسدي السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني وسام بدرجة عشير من مصف للمناضل ومجاهد الكبير السيد عبد الحميد سيدعلي تقدير ثباته على مبادئه صلبا في مواقفه على مدى حياته لخدمة قضية الشعب من أجل تحرير واسترجاع سيادته لتحيي الجزائر حرة مستقلة. وفي وقفة عرفان وتقدير وعشية عيد ميلاده 100 رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يكرم المناضل والمجاهد سيدعلي عبد الحميد ويسدي له وسام الاستحقاق الوطني من درجة عشير. سيدعلي عبد الحميد قائد سياسي، هذا التكريم المتميز الذي خصكم به السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأنتم المجاهد صاحب المواقف والمقالة الخالدة هذه دوك نفكرك فيها، هذه قلتها قبل لا يتوزعوا كل إخوانك المجاهدين آنذاك في القطر الجزائري، قلت لهم قبل اتخاذ أي قرار فكروا مليح في مصلحة الجزائر.